الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. ما زلنا نحن قريب من انتهاء، ولله الحمد والمنة، الانتهاء من كتاب الحيض والاستحاضة، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سلمة، محمد بن سلمة من الثقات الأثبات رواه الجماعة، قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وهو من الثقات الأثبات، قال أخبرني مالك، مالك النجم كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فهو ما فمالك النجم، عن عبد الله بن أبي بكر، وتعلمون أن مالك لا يروي إلا عن الثقات، وإن كان قد روى عن بعض الضعفاء لكن صحيح أنه لا يروي إلا عن الثقات. فمالك النجم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عمرة من ثقات التابعين، وعن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة سيد نساء العالمين وهي أعلم نساء على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صفية بنت حيي قد حاضت، إن صفية بنت حيي ابن أخطب يعني قد حاضت، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟ قالت: بلى. قال: فخرجنا. وهذا الحديث يستدل به العلماء على الترخيص من طواف الإفاضة، من طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يكون أو أمر أن يكون آخر عهد الحج بالبيت، آخر عهدهم بالبيت يعني بالبيت طواف، وإياكم رضي الله عنك يا أستاذ مجد، طواف، فيكون آخر عهد الإنسان في الحج بالبيت أن يطوف طواف الوداع. فطواف الوداع على قول جميل أهل العلم أنه واجب من واجبات الحج، طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فطواف الوداع إن كان واجبا من واجبات الحج فلا يسقط عن أحد، لكن الحق أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض أن تدفع وتنفر دون طواف الوداع، أسقطه عنها. ولكن زيد بن ثابت ما كان يعلم ذلك، وكان يقول للمرأة الحائض: تبقى حتى تطهر ثم تطوف البيت ثم ترحل. وهكذا قال، كان يقول أيضا زيد وغير زيد أيضا كان يقول بذلك، يقول أنها لابد أن تبقى حتى تطهر حتى يكون آخر عهدها بالبيت الطواف. فقال ابن عباس له: ارجع لفلانة وسلها. فلما رجع زيد بن ثابت لها فقالت له أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحيض عن بالنفر عن طواف الوداع، رخص لهن في طواف الوداع. ولذلك لما قيل له إن صفية لم تطف، قالوا: صفية حاضت. فقال: حاضت أحابستنا هي عقر حلقة. وهذا كلام يعني مما اعتاد عليه لسان العرب لا يقصد معناه، كما قال: تربت يداك. فقال: عقر حلقة أحابستنا هي؟ فقالوا: لا، إنها طافت، يعني طافت طواف الإفاضة، شوف طواف الإفاضة. فقال: إذن فلتنفر. وهذا فيه رد قاطع على قول الشيخ الإسلام تيمية بأن المرأة إذا خشيت فوات الرحلة والصحبة وكانت قد طافت قد حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فإنها تستثفر تتحفظ يعني وتذهب فتطوف حائضا بالبيت بالصفا والمروة. وهذا كلام باطل لأنه مخالف لنص الحديث. قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها أفاضت. قال: إذن فلتنفر. ففيها دلالة على أن المرأة التي حاضت في الحج وجب عليها أن تبقى، إن لم تطف طواف الإفاضة تبقى حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. أما إذا طافت طواف الإفاضة وحاضت قبل طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع. لذلك قال: فخرجنا. قال: فلتنفر إذن في الرواية الأخرى. قال: فلتنفر إذن. فلما قال عقرى حلقة حسب أنها ستحبس الجميع من أجلها حتى تطهر ثم تطوف البيت. وهذا كما قلنا رد قاطع على فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تستسفر تتحفظ يعني وتذهب فتطوف. لا تطوف، لأن النبي لما دخل على عائشة رضي الله عنها أرضاها وردها تبكي، قال: ما بكي؟ أنفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم.
افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. إذن المرأة التي تحيض بعد الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع وإن كان واجبا على الجميع. الفوائد المستنبطة: يسر هذه الشريعة إذا ضاق الأمر التسع، إذا ضاق الأمر التسع. ولذلك قال علماؤنا أن المشقة، أن المشقة تجلب التيسير. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع للمرأة التي حاضت حتى لا يشق عليها. وجوب الرجوع للعلماء، لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال حاضت فسألهم يعني طواف الوداع أم لا، قالوا نعم طواف الإفاضة أم لا، ثم رخص لهم. وجوب الرجوع للعلماء، مسائل الحج مسائل مهمة جدا، لا يسألونك إلا بعد ما يرجعون. يعني واحد تكلم معه من 5 سنوات حجه معلق إلى يوم الناس هذا وما يدري، وبعدين من 5 سنوات بيسأل بعد 5 سنوات وحجه إلى يوم الناس هذا معلق، يوم أن سألني يعني معلق. الأمر جلل، يعني هو لو كان عنده بعض المرض وذهب وأراد أن يذهب يسافر يأتي وكان غنيا ثريا يستأجر طبيبا معه في الطائرة، وجب عليه أن يستأجر مفتيا. طبعا المفتي لا يأخذ على فتوى أجرة، لكن أقصد وجب عليه أن يذهب إلى الطبيب الحقيقي وهو العالم ليبين له صحة العبادة من عدم صحة العبادة. هم يذهبون كأنهم يذهبون ولا يريدون يعني لا يشغلهم صحة العبادة أم لا، أي مشكلة كبيرة. إذا أنت تريدين خديجة نصرة كلام ابن تيمية، تريدين ذلك أشيري علي، تريدين ذلك حتى أبين لك. الفائدة الثالثة وهي فائدة مهمة جدا، قاعدة عامة: لا واجب مع عذر. طواف الوداع واجب صحيح، لكن جاء العذر بالحيض فأسقطه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.